كذلك الميتات إلا ميتة الآدمي. الآدمي إذا مات، الإنسان إذا مات لا ينجس، سواء كان مسلما أو كافرا. إذا مات الإنسان والإنسان يموت حتى فانفي سكت قلبي هكذا، ما يذكى الإنسان. طيب مات الإنسان حتى فانفي، أي ميت يموت هل يصير نجسا بموته؟ قال لا. قال طيب تقول الأصل في الميتات النجاسات، النجاسة. قلنا نعم الأصل في الميتات، لكن الآدمي مستثنى، الآدمي مستثنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس في حديث أبي هريرة، لما كان النبي في الطريق فرأى أبا هريرة فانخنس، يقول أبو هريرة فانخنسته، يعني دخلت في سكة حيث ما يشوفني النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لقيته فقال ما لك أين كنت، يعني شفتك أنا مثلا، ثم ذهب. قال يا رسول الله إني كنت جنبا فاستحييت أن أسلم عليك، اغتسلت وجيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس. فالمؤمن إذن سواء كان حيا أمثالكم أو واحد مات فإنه لا ينجس. طيب والكافر؟ قال وكذلك الكافر، الآدمي لا ينجس. طيب قول الله تبارك إنما المشركون نجس، قال نجاسة معنوية، نجاسة القلوب، قلوبهم نجسة، وإلا قد أباح الله تبارك نكاح الكتابيات، صحيح؟ الكتابيات أباح نكاحها، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وهي كافرة ومعها جاز زواجها وتقبيلها ولمها، وهذا كل هذه الأشياء لا يمكن أن تكون نجسة، ويشرع الإنسان أن يباشرها بهذه الطريقة. فقالوا دل على أن المشرك كذلك نجس جسدا، لكن قلبه عفوا طاهر جسدا، ولكن قلبه نجس للكفر، نجاسة الكفر والشرك.